اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده، والحلقه دي هتكون مختلفه عن اي حلقه عملتها قبل كده على قناتي الاولى او على قناتي التانية. الحلقه دي هنتكلم فيها عن طوفان الاقصى ورد فعل بعض الدول العربيه عن العمليه الكبيره اللي قامت بيها المقاومه الفلسطينيه يوم 7 اكتوبر، والعمليه العسكريه اللي قامت بيها فصائل المقاومه في قطاع غزه هي من العمليات الممتده اللي بتاخد وقت كبير جدا في تنفيذها. والعملية دي تمت في صبيحة يوم 7 أكتوبر عن طريق كتائب عز الدين القسام، والكتائب دي هي الذراع العسكري لحركة حماس جوه قطاع غزة. وأعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام القائد محمد الضيف إن العملية دي جت رد على الانتهاكات اللي قام بيها الإسرائيليين على المسجد الأقصى واللي زادت جدا عن حدها الفترة اللي فاتت، وده طبعا غير الاعتداء اللي عمله الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين اللي موجودين في الضفة الغربية وفي غزة وجوه فلسطين المحتلة. وبدأت العملية عن طريق هجوم صاروخي واسع النطاق بدأت بيه المقاومة في بعض المدن اللي عملتها الصهاينة أو عملها الكيان الصهيوني على شكل مستوطنات ليه، وبدأ بقصف المناطق دي بالصواريخ قصيرة المدى. والصواريخ اللي تم إطلاقها كانت صواريخ قصيرة المدى لدرجة ان هي طالت مدن زي يمونة وهود هشرون والقدس في الشمال. كل ده كان في نفس الوقت اللي قدرت فيه فصائل المقاومة ان هي تقتحم المستوطنات والبلدات المجاورة لقطاع غزة عن طريق عربيات الدفع الرباعي والطيارات الشراعية وعن طريق الدراجات النارية. والبلدات المجاورة للقطاع اسمها غلاف غزة، وقدر المقتحمين والمقاومة الفلسطينية ان هي تسيطر على عدد كبير من الاسلحة والغنائم بالتحديد في منطقة او في مكان عسكري اسمه سيدروت. وبالمناسبة المقاومة الفلسطينية كانت بتهاجم على المواقع العسكرية بس، مش المواقع المتواجد فيها مدنيين اسرائيليين. قدروا ان هم يشنوا مجموعة كبيرة من الهجمات على مجموعة كبيرة من المواقع العسكرية الموجودة في كل المستوطنات اللي موجودة في غلاف غزة، وقدروا ان هم يقتلوا عدد كبير جدا من الجنود وياخدوا مجموعة تانية كأسرى لغاية منطقة غزة، وطبعا غير الغنائم اللي كانت موجودة من آليات عسكرية ومعدات تابعة للجيش الإسرائيلي. وفي 9 اكتوبر اعلن الجيش الاسرائيلي ان هو استعاد كل المستوطنات الموجودة في غلاف غزة مع فرض حصار شامل على القطاع، وغير طبعا بعض المناوشات الخفيفة اللي كانت موجودة في بعض المناطق على الحدود او بين الحدود في بين قطاع غزة وبين المستوطنات التانية. غير طبعا ان الجيش الاسرائيلي اعلن عن بدء الحصار الكامل لقطاع غزة وقطع جميع الامدادات من نور وكهرباء ومنع وصول الغذاء والمساعدات والبنزين والوقود جوه القطاع. لما نيجي نتكلم عن الجزء الثاني من حلقه النهارده وهو موقف الدول العربيه من حاجه زي دي، فهنلاحظ دوله زي مصر عملت دعم كبير وخصصت دعم كبير جدا لفلسطين وغزه، وارسلت طبعا دعم طبي ومعونات زي تغذيه وبعض المعونات الغذائيه ودعم طبي وعربيات اسعاف واسعافات اوليه كامله. وطبعا في بعض الفلسطينيين كانت بتحاول مصر تاخدهم وتعالجهم في المستشفيات الخاصه، بس طبعا كل ده وقف بسبب ان اسرائيل ضربت معبر رفح وفرض حصار شامل على غزه، وطبعا غير المناوشات والقلق اللي حصل على الحدود. ورغم كل ده مصر ما وقفتش الدعم الخاص بيها، بل بالعكس ارسلت طيارات دعم كامله لجوه قطاع غزه. ونفس اللي قامت بيه مصر عملته دوله زي الاردن ووقفت بجنب مصر في دعم موقفها من القضيه الفلسطينيه. طبعا بعض عناصر المقاومه قدرت ان هي توصل لجنوب لبنان وقدرت ان هي تنفذ مع حزب الله بعض الهجمات البسيطة على اسرائيل باسلحة خفيفة قدرت ان هي تربك الجيش الاسرائيلي، رغم ان الهجمات دي كانت بسيطة جدا، بس طبعا كلنا عارفين ان الجيش الاسرائيلي بيتصف بالجبن لان هو مغتصب ارض مش مالك لحق في الارض دي، فطبعا الهجمات البسيطة دي سببت رعب وذعر في صفوف الجيش الاسرائيلي، طبعا غير الغنائم وغير الاسرى اللي اتاخدوا برضه في جنوب لبنان. وقدر الجيش او قدر المقاومة الفلسطينية ان هي تسحب الاسرى دي لقطاع غزة ومتواجدين مع الاسرى اللي كانوا تم سحبهم او اسرهم في عملية يوم 7 اكتوبر.
ولما اجي انا اتكلم عن رايي الشخصي فانا شايف ان الهدف من العمليه دي كلها طبعا مش عمليه اخواتنا الفلسطينيين، لا، الضرب المتواصل والدك لقطاع غزه من خلال الطيران الاسرائيلي، ان الطيران الاسرائيلي والجيش الصهيوني بيحاول ان هو يعمل عمليه تهجير او يخلي القطاع غير صالح للعيش ويرعب اهالينا في فلسطين عشان يهجر اهالينا اللي متواجدين في فلسطين من قطاع غزه لسيناء عشان يقدر الجيش الاسرائيلي ان هو يحتل فلسطين بالكامل. وطبعا بعد ما يتم احتلال فلسطين بالكامل من جانب عناصر الكيان الصهيوني اللي موجود في فلسطين، بعد كده هيبدا ينشر اخبار واشاعات كاذبه ان في مجموعه او فصيل ارهابي موجود جوه سيناء من حركة حماس ولازم يتم إبادته، فتبدأ الأرتال العسكرية التابعة للجيش الصهيوني إنها تتحرك من فلسطين لداخل سيناء، وبالطريقة دي يقدر الجيش الإسرائيلي إن هو يحتل سيناء ويحتل فلسطين بالكامل. عشان كده أنا رأيي الشخصي إن يتم الإبقاء على الفلسطينيين جوه قطاع غزة وتستمر المقاومة من الدول العربية ومن أهالينا المتواجدين في فلسطين، وأنا متأكد إن الله معهم وإن الله هينصرهم مهما طال الوقت ومهما طالت الهجمات. فكل شخص بيقع جوه قطاع غزة فهو يعتبر من الشهداء. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله هنرجع تاني لمواضيعنا اللي كنا بنتكلم فيها على كل قناة، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.